ازيكو؟ وانا بسخن طبق المسقعه ده على بوتاجاز، جات لي فكره غريبه، بقول ياه والله حاجات زمان مفيش احسن منها، وحاجات جدتي وجدتك، فقلت انا هعمل فيديو عن الموضوع ده، فتعالوا نشوف انا كنت بقول ايه وبفكر في ايه. ايوه، ما تستغربوش الحاجات اللي قدامكم دي كلها، هو ده اللي انا كنت بفكر فيه وانا باكل المسقعه. انا جوعت، هو دلوقتي الساعه 4 الفجر، بس جوعت قوي. طلعت طبق المسقعه بتاعي وقلت لازم ايه اسخنه عشان اكل. المهم انا ما عنديش ميكرويف، عندي فرن وعندي بوتاجاز. المهم الفرن الكهرباء اللي عندي لازم ادخل فيه حاجات الومنيوم، يعني لو دخلت عليه دخلت فيه بلاستيك او اكريليك والكلام ده هيطق طبعا، لانه فرن ماشي. فانا كنت ماشية قبل كده في السوبر ماركت ولفت انتباهي مش عارفة ليه اللي بقى الالومنيوم، تمام. فجيت بعد ما لفت انتباهي رحت قلت انا هشتري، كانوا 3 مقاسات، صغير ومتوسط وكبير شوية. المهم اول ما صحابي شافوه قالوا لي يا سارة انت جايبه اطباق المونيا وكده، دي قدمت قوي ومش عارف ايه والكلام ده. بس انا في دماغي انا مش عارفه ليه انا اشتريتهم، مع ان يعني عندي حاجات كتيره اسخن فيها، بس يعني ليه. بعدين اكتشفت ان الحاجات اللي كانت اجدادنا بيعملوها هي اللي مأثره علينا، والعادات والتقاليد احنا كده كده تورثناها من اجدادنا. يعني انا جدتي الله يرحمها كانت بتسخن في الالومنيا، الاطباق الالومنيا. طبعا اي جدة عندنا تلاقي الاطباق الالومنيا دي عندها حاجة اساسي، والصواني الالومنيا بقى وكده. فالاطباق الالومنيا بالنسبة لي كانت الحل الامثل ان انا اسخن فيها الحاجات على البوتاجاز في ثانية كده، وما وسخش حلة كبيرة عشان اسخن. فهو بالنسبة لي كان الحل السريع، وان انا كمان موسخش مواعين كتير، ان انا اي كميه صغيره هسخنها في طبق الالومنيا، مش في حله او صينيه او طاسه، هو الطبق الالومنيا هو اللي بينفع. فلو انت ما عندكيش ميكرويف هات اطباق الومنيا واستخدميها، يعني نرجع بقى لحاجات اجدادنا احسن، تمام. ده بقى خلاني اجيب كل الحاجات اللي انا جبتها كانت عند تيتا جدتي الله يرحمها، وخدت بالي ان انا جبت الحاجات دي علشان كنت بفتكر هي بتعمل بيها ايه، فنزلت اشتريها. مثلا عندنا السبرتايه النحاس، احسن قهوه بتطلع من السبرتايه النحاس عشان النار هاديه بقى، ونشغل الفتله، نولع الفتله ونشغل عليها، نحط عليها الكنكه النحاس برضو، فاهمين، وبتطلع احسن قهوه. نقعد بقى كده قدام التلفزيون او نقعد بقى نتكلم مع اي حد، ونحط البرطمان القهوة وبرطمان السكر والفنجان، ونعيش حياتنا بقى. والروقان يعني لو انت عايزة تبقى عندك روقان، انزلي هاتي سبرتاية وكنكة نحاس، عشان النحاس اصلا افضل حاجة واصح حاجة. انا بفضل ادور على اطباق نحاس بس للأسف مش بلاقيها يعني. وبعدين انا يعني سمعت ان النحاس اصلا بقى قليل قوي وكمان غالي، عشان هو صحي اصلا. يعني جربي كده اسلقي خضار في الحله النحاس، هتلاقي لونه، يعني الكوسه هتلاقيها لونها اخضر زي ما هي، لونها مش هيتغير، مش هتتفاعل معاها اصلا، فهو اصح حاجه. ما تقوليش بقى اي حاجه اصح منها. فبرضو خدت بالي ان انا جبت برضو السبرتايه نحاس، وبستمتع وانا بعمل القهوة عليها. يعني كمية الاستمتاع اللي انا بعمل القهوة عليها دي، جوزي بقى بيقعد يظبط دماغه بالقهوة. انا مش غاوية قهوة قوي، عشان كده بقول لك بستمتع بيها لما بعملها على السبرتاية. ونزلت جبت كنك نحاس، منين بقى؟ في اي سوبر ماركت زي فتح الله هتلاقيه، او كارفور وكده. وعايزة بقى تنزلي تلاقي تشكيلة كبيرة قوي في الحسين. انا نزلت قبل كده الحسين جبت، وكانت نفس السعر اللي انا شاريه منه من الشارع عادي. بس مشكلتي ان انا كنت سافرت، يعني اشتريت السبرتايه وسافرت،
بعد كده اكتشفت ان هي مخرومه وكانت بتنزل السيبرتو اللي فيها. فيعني لو انت تشتري سيبرتايه من الحسين خلي الراجل يجربها لك وانت واقفه، عشان هو يعني انا كنتش واخده بالي او ما كنتش اعتقد ان هي ممكن يحصل كده، بس هو حصل معايا كده. فلما جبت دي قلت للراجل انا هجربها، جبتها بقى من عندنا من المنصورة عشان لو كان فيها حاجه كنت ارجعها، بس الحمد لله ايه ما طلعش فيها حاجه. آه بص انت تقولوا ده ايه، ده القمع، القمع اللي بيتحط في السيبرتو، يعني بفتح من هنا واحط السيبرتو. بصوا روحوا هاتوها حلوه ميد، يعني الحاجات اللي احنا بنعملها هاند ميد في المطبخ او كمفرش او اي حاجه. طبعا احنا كبنات يعني انا بحب اوي كده النقطه دي، بس برضو عايزه اقول لكم ان اجدادنا هم كانوا بيعملوا الحاجات دي برضو، وبيعملوا مفارش هاند ميد على ايديهم وبيخيطوا على ايديهم، كل الحاجات دي هم اللي كانوا بيعملوها هم الاساس فيها. فاحنا برضو خدنا منهم الحاجه دي من غير ما ناخد بالنا، تمام. والحاجات الخوص اللي هي اصلا طالعه موضه دلوقتي، واحنا بننزل نقول هنروح ايكيا نجيب الخوص، والخوص في ايكيا بيبقى اغلى حاجه. هو ده مش اي مش من ايكيا، ده ب 15 جنيه، انا جايباه من الشارع من راجل كده بيبقى عنده حاجات كتيره حلوه قوي. لفت نظري الخوص ده عشان الوانه نفس الوان السفره عندي، فلو انا حطيت عليه العيش او استخدمها كعيش او اي حاجه او ديكور او اي حاجه فهتبقى لايقه على الديكور عندي، وكمان عجبني الوانها. فبرضو الحاجات الخوص دي كانت ايام زمان هي اللي كانت ظاهره، والحصيره والحاجات دي كلها والكليم، كل الحاجات دي اصلا من ايام اجدادنا. يعني هم جدتي كانت ما بتحطش في الشقه بتاعتها غير الحاجات دي، الحاجات البسيطه اللي هي التقليديه، الحاجات المبتدئه دي هي احلى حاجه، البدائيه مبتدئه ايه، الحاجات البدائيه دي. برضو العلب الصاج اللي طالعه موضه اللي هي بنحط فيها شاي وسكر والكلام ده، لو انتوا تفتكروا برضو ان جدتي او جدتك كانت هي بتحط الابر الخيط والحاجات دي في علب، بنجيب علبة البسكوت ده، كمان كان في ناس بيبيعوا هدوم في العلب دي. يعني ايام زمان كان في رقي ان هم يدوكي مثلا القميص او اي حاجه في العلبه الصاج دي، هم بعد كده بيعملوا اعاده تدوير للعلبه دي ومش بيرموها، هما بيحطوا فيها حاجتها. يعني علبه البسكوت من الحلقه محطوط فيها الابره والخيط والكلام ده لحد دلوقتي، يعني انت لو رحت بيت جدتك قولي لها فين الابره والخيط هتلاقيها محطوطه في علبه صاج. بس دلوقتي بقى الزمن اتغير وبقينا احنا نشتري علبه الصاج بفلوسنا، وهي كده كده اصلا كانت برضو جدتي كانت بتستخدمها عادي، يعني حاجه ما طلعتش جديد. بعد كده لا في عاده بقى عايزه اقول لكم عليها افتكرتها، عاده عد المعالق. انا كل لما باجي انضف مثلا او اغسل مواعين انا لازم اعد المعالق الصغيره كام معلقه، بس انا ما اعرفش هما بيروحوا فين، يعني هما بيضيعوا. يعني كان عندي 6 كده بقى عندي 5 كده بقى عندي 4، يعني الطقم فجاه بلاقي فيه 2 راحوا كده مع نفسهم، مش عارفه هما راحوا فين اصلا، ما اعرفش. يعني اكيد في مشكله عندنا كلنا في نفس النقطه دي، اكيد مش انا لوحدي. فبرضه قعدت اضحك علشان انا خدت العاده دي من تيتا الله يرحمها، ان انا بعد المعالق وازعل قوي. يعني بص بتضايق جدا والله لما المعلقه بتضيع، بحس ان الطقم كله باظ وبتنرفز. بس خير خير. نيجي بقى كمان على الراديو، دي بقى عاده من زمان قوي بتتعمل، ان انتي تيتا جدتي وجدي كانوا على طول بيشغلوا القران، بيشغلوا النشره والاخبار على الراديو، ما كانش فيه بقى اي حاجه تانية غير الراديو. فدي حاجه برضو رجعت لها، نزلت جبت راديو بشغل عليه قران في المطبخ، بحس باحساس حلو قوي، يعني بحس براحه نفسيه كده وبحس ان في خير وبركه كده جت في المطبخ سبحان الله. ويعني لو انت بقى تشتغلي عليه اي حاجه انت حره، بس هو كفكره فكره حلوه قوي ان انت تجيبي راديو صغير تحطيه في المطبخ او في الشقه عموما يوم الجمعه بقى تشغلي عليه الخطبه والقران. يعني بص احساس تاني خالص مهما وصفت فيه. يعني انا لسه جايبه راديو على فكره قريب، يعني ودلوقتي حاطاه في المطبخ والبرطمانات نسيت احكي لك، البرطمانات احنا بنقعد نحوش فيها زي اجدادنا وزي امهاتنا بالظبط. يعني انا فجاه كده بلاقي البرطمان شكله حلو، يعني انا ساعات اصلا بشتري، يعني انا مثلا جبت برطمان مايونيز، هو انا جايبه البرطمان عشان شكله حلو، وببقى بصه يعني بقول انا بعد ما انا عايزه المايونيز يخلص عشان اخد البرطمان وهغسله وهشيله واحط فيه حاجه تانية هعمل لها اعاده تدوير. دي برضه حاجه احنا بنعملها كلنا كبنات. فالفيديو النهارده زي ما قلت لكم هو فيديو غريب، بس حبيت ان انا اتكلم معاكم وندردش مع بعض في الحاجه دي، ونتعلم ان احنا نحافظ على حاجتنا وعاداتنا وتقاليدنا، هي احسن عادات وتقاليد.
خصوصا اللي هي لما جدتك او جدتي مأثرة علينا، وبنعمل الحاجات اللي هي كانت بتعملها في المطبخ، وحتى في الاكلات، في اكلات كده معينة اول ما بنشوفها بنفتكر اللي كانت بتعملها على طول وبنعملها. ف هو ده الفيديو بتاع النهاردة، ويارب يكون عجبكم، وتابعوني الفيديو الجاي، لعوك الفيديو اعملي لايك واشتركوا في القناة لو انت لسه جديدة، وتابعوني الفيديو الجاي. والله باي باي.